وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي العراقي الأستاذ نظير الكندوري. أهلا ومرحبا بك أستاذ نظير. بداية، هنالك أنباء عن تشكيل زعيم التيار الصدري لجنة لإقصاء الفاسدين من تياره، كيف تقرؤون هذه الخطوة؟ حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. حقيقة هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها زعيم التيار الصدري على إجراء مثل هذا الإجراء، وقد يعني تعددت هذه اللجان التحقيقية، ما يدلل على أن هذا التيار كان في حقيقة أمره هو وكر يعشعش فيه كثير من الفاسدين ومن الذين هم محسوبين على تنظيمات إرهابية خرجت من رحم التيار الصدري. كما تعلمون فإن كل الجرائم التي ارتكبت في الحرب الطائفية التي ما بين 2006 إلى حد 2008 الآن قد خرجوا بميليشيات كميليشيات العصائد، ميليشيات النجباء، وكثير من الميليشيات هي قد فرخها التيار الصدري. والآن مقتدى الصدر يتبرأ من تلك الميليشيات على أنها ليست تابعة للتيار الصدري. وهذا التحقيق الآن الجديد مع هذه القيادة الجديدة أيضا لكي يفض يعني أو يبعد العلاقة ما بين تياره وما بين هذه الشخصيات. طيب، المطلوبة إما لأسباب إرهابية أو لأسباب يعني تتعلق بالفساد. معاون الصدر السابق كاظم العيساوي مطلوب للتيار، إذا كان العيساوي فاسدا إذا لماذا سكت التيار على فساده كل هذه المدة؟ هذا ايضا يجعل ان هناك علامات شبهات لهذا التناقض الذي يقوم به يعني قياده التيار الصدري، كون ان هذا الرجل كانت كل اعماله التي الان يقول عنها التيار الصدري انها غير شرعيه هي كانت بموافقه التيار الصدري وبعلمه واستفادته ايضا من هذا الفساد الذي يقوم فيه، ومع ذلك الان يريدون ان يعلنون البراءه منه. لماذا؟ هل لها علاقة بالتهديد الأمريكي لبعض الشخصيات وبعض الشخصيات الميليشياوية؟ ربما هذا يكون يعني أرجح التفسيرات، كونها يعني يريد أن يجعل من تياره بعيد عن كل عقوبات أمريكية أو شبهات تتعلق بالإرهاب أو بالفساد. إذن بماذا تفسر حالة الانشقاقات التي ضربت التيار الصدري خلال الفترة الأخيرة؟ الانشقاقات هذه يعني هو يعني بكل قوة التيار التابع يعني للنفوذ الإيراني يحاول جر التيار الصدري في نفس البودقة، وهو يعلن عن نفسه بأنه هو تيار عروبي كما يدعي وبعيد عن النفوذ الإيراني، لكن حقيقة الأمر لا تقول هذا الشيء، كون أن كل الآن الشخصيات المحسوبة على النظام الإيراني هي قد خرجت من عباءة التيار الصدري، وجميعهم يعني يقرون ويعلنون إلى الملأ بأن مرشدهم الأعلى هو محمد باقر الصدر، ويعني لا يختلفون كثيرا من حيث الأيديولوجية، من حيث المبادئ الأساسية التي شكلوا من أجلها. وبالتالي هذا الميزة التي يلقيها على نفسه يعني مقتدى الصدر والتيار الصدري هي غير صحيحة ولا تنطلي يعني على الآخرين. هو لا يختلف كثيرا عن الميليشيات الباقية، وكان له دور سبق في الحرب الطائفية التي حدثت في العراق. هل تتفق مع الرأي الذي يقول أن الصدر أراد استبعاد القيادات المتورطة مع الحشد، خاصة أن العقوبات الأمريكية على طهران يبدو أنها بدأت تأتي أكلها؟ يعني هذا غير مستبعد، يعني أنا برأيي أنه يعني غير مستبعد أن يقوم التيار الصدري على مثل هكذا تصرف لمحاولة مد يعني عمره لأكثر من ما عمره الافتراضي، وبالتالي هو يتكهن بأن الضغوط الأمريكية ضغوط جادة وحقيقية ضد الميليشيات المتواجدة في العراق والتي منضوية تحت الحشد الشعبي، وبالتالي يجعل من نفسه تيار سياسي بعيد عن كل هؤلاء. لكن أظن هذه محاولاته لن تفلح، و حساب التيار الصدري سيكون نفس حساب بقية الميليشيات العاملة في العراق. نعم، كان معنا من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ نظير كندوري، شكرا جزيلا لك.